لا ما عندناش وقت، هقول لحضرتك حاجه في دقيقه. في خبر الراجل لازم الست، انا اسف، الست اللي قايله هذا التصريح لازم تسال في هذا الكلام. اول امبارح كانت في سيده فاضله دكتوره، اعتقد رئيسه الطب البيطري في الجيزه تهيألي كده، او مفتشه الطب البيطري في الجيزه حاجه كده، كانت في احدى البرامج او احد البرامج التلفزيونيه الزميله، اعتقد كانت في برنامج 90 دقيقه في المحور، وقالت تصريح كده. ودي على فكره دي مش ست عاديه، دي مفتشه طب بيطري الجيزه، قالت تصريح كده، قالت لك المصريين كلهم في سنه 2016 كلوا لحم حمير. فانا عايز اسال السيده الفاضله اولا، هي جابت الكلام ده منين؟ واذا صح هذا الكلام يعني انا عارف دلوقتي ان حاله التنهيق اللي احنا فيها دي كده تبقى مبرره، لكن لازم تسال. واذا كان هذا الكلام حقيقي يبقى في مصيبه عندنا في الرقابه، سواء البيطريه ولا الصحيه ولا التموينيه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. دي مصيبه كبيره ان يبقى كلنا كلنا حمير وما حسناش، ده المصيبه الاكبر ان احنا ما حسناش ان احنا كلنا حمير. وانا بسال يا اخويا الحمير راحت فين في البلد؟ اتريها في حته تانيه.